futuro gol de Ingaroni Camerun. Um gol por lá, basta de rodar, basta lá, só o Eba, da Canoa de To Nguyen. And towards Wamba again. Now Saidu's. Good football this from Cameroon. And they'll be prime targets for the Tajikistan counter-attack. Pressure on Mbue. Oh, the present of that. Now Mbue. And that's an excellent ball. And a chance here for Cameroon. The defender did very well to slide across and get half a block in. It could have gone anywhere. But it went. في تأهلت نيجيريا، تأهلت أنغولا وتأهلت السنغال. نجاح كبير للكرة الأفريقية في هذه البطولة. فهل يفعلها منتخب الكاميرون لتكون النسبة في دور ال 16 100%؟ هذه الكرة على جهة اليمين. ترتد. تبدأ الهجمة المعاكسة لمنتخب الكاميرون. واحد ضد واحد يتفوق الملك الفريق لاعب نادي ريال سوسيداد. قلنا الأنظار مسلطة على خوردي سكوبار ولكن سكوبار لم يسجل شيئا. تعني نفس المعنى كامباك أو العودة. أو العودة من بعيد، نعم. بلغتنا الجميلة اللغة العربية. لكن طبعا في مصطلحات كروية. الساحة الحكم المغربي رضوان جيد. وهذه فرصة، فرصة هناك من السودان أيضا حكم مساعد. حيث تم الإنساج حكام الفار، في حكام فار موجودين. كرة في الوسط مرة أخرى الفريق الكاميروني يحاول نقل الكرة. جميل، شوف الانطلاقات من يومهم طبعا لاعبو الكاميرون لاعبون يتمتع. تعود الكرة مرة أخرى. الفريق الكاميروني بيلعب بالفعل، بروح بيلعب. إذا أجرى تبديلين دفعة واحدة مدرب. ابدا الكره اغلب الوقت في ملعب الفريق الاسباني. كاميروني متحمس 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 واللاعب يسقط والهجمه لا زالت خطيره. يا مارتينيز ماذا تفعل يا مارتينيز؟ حتى وهو على الارض تمكن من التصدي. خلف معاده الكره جهه اليمين بالعرض ملعوبه. طاجكستان بهذه الوضعيه